الغسل المايه يكون بالنسبة للحوض بالنورمال سلاين، يعني مو بالكليكوز، يعني مو تحتفظ حلو، بالماي مالح مالح. الماي واذا تريد تغسل تقول ما عندي نورمال سلاين تغسله بمي مقطر، يعني مي معقم نظيف. اذا كلش كلش ما حصل عندك تقدر مي حار، يعني ليش اقول لك مي حار؟ بحيث متعقم درجة الغليان مالته.